مستمر. يمكن احنا سبقنا قرار ديوان الخدمه المدنيه في الاحلال، احنا بدانا من العام الماضي الاحلال 25% بالتخصصات اللي فيها وفره من الكويتيين. شلنا العنصر الغير كويتي الوافد، قلنا كثر الله خيرك اعطيت ووفيت، ولكن هذه سنه الحياه بالكون، ان الاولويه ان نعطي مجال حق عيالنا الكويتيين بالانخراط في سلك التدريس او سلك التعليم. فبدينا بهذه الخطوه، الخطوه الجاده هذه امانه، وبناء على هذا الامر سيتم فتح مسارات وتخصصات ليس من كليه التربيه انما من كليه الاداب من جامعه الكويت. فالتخصصات هذه راح نستقطب فيها الكويتيين اللي قاعدين سواء فيه قاعد يشتغلون كعمل اداري او اللي قاعدين ببيوتهم او قاعد يشتغلون في جهات اخرى. فراح نفتح ان شاء الله، ان شاء الله، يعني ان شاء الله.